اعتراف مداخلة بعنوان مفهوم العبودية التوعية عند إتيان دي لابواسي. العبودية التوعية من الناحية النظرية هي الدخول في حالة العبودية بعد الموافقة التوعية، وتتميز عن العبودية غير التوعية التي يجبر الفرد على فترة من العبودية عادة كعقوبة على يعني جريمة أو ربما مخالفة أو جنح. لكن عمليا غالبا يكون هذا المصطلح ملطفا لإخفاء ظروف العبودية التي لا تكون توعية بشكل كامل في الواقع. يعتقد البعض أنه في العصور القديمة كانت هذه طريقة شائعة ليوفر من خلالها الفقراء لقمة العيش لأنفسهم أو لعائلاتهم، وقد سمح القانون بذلك بهذه العبودية التوعية. فمثلا نص قانون حمورابي على أنه إلى جانب القدرة على الاقتراض بضمان شخصي يمكن للفرد بيع نفسه أو أحد أفراد أسرته للعبودية التوعية. وفقا للترجمة المختلفة، إذا فشل أي شخص في تلبية مطالب ديونه وباع نفسه وزوجته وابنه وابنته مقابل المال أو تنازل عنهم العمل القسري، سيعملون لمدة 3 سنوات في منزل السيد الذي اشتراهم ويطلق سراحهم في السنة الرابعة. هذه هي العقوبة المعيارية للفشل في سداد الديون بكل بساطة. تظهر أجزاء أخرى من قانون حمورابي كل من الدين والعبودية كجزء من نظام العدالة الجنائية في ذلك الوقت. فمثلا إذا تسبب كسل أي شخص في الحفاظ على سد في حالة جيدة لم يعتني به ثم انكسر السد وأغرق كل الحقول، سيباع الشخص الذي تسبب بالكسر مقابل المال الذي سيعطي بدل الذرة التي تسبب في إتلافها. هذا في قانون حمورابي. وفقا لبعض المصادر كانت إحدى الطرق المباشرة في العصور القديمة لتصبح مواطنا رومانيا أو يونانيا هي عن طريق عقد البيع الذاتي. سمحت قوانين العتق الروماني واليوناني مثل هؤلاء العبيد، العتق هو التحرير أو خلاص الدين، بأن يصبح بعد هذه العقود مواطنين أو شبه مواطنين. ومع ذلك قد تكون بعض عمليات البيع الذاتي الذكية حدثت في روما القديمة، لكن تعتبر أهمية هذه الأحداث ضئيلة. في اليونان القديمة ارتبط بعض أشكال العبودية التوعية ب يعني مسألة يعني العلاقات التي يقيمها الإنسان مع غيره من بين الإنسان، ربما يعني خاصة عندما ربما نظر إلى روما القديمة يعني كمصدر ل يعني كان التعليم جزء يتجزأ من العبودية التوعية في هذه الحال. في روسيا في العصور الوسطى كان البيع الذاتي هو المصدر الرئيسي للعبيد. ومع ذلك نظرا لأهم الأسباب، البيع الذاتي في التاريخ الروسي كان لتجنب التجنيد العسكري وتجنب ضرائب الاقتراع والمعروفة أيضا باسم ضرائب الأرواح. لم نشكك في إلى أي مدى كان هذا النوع من العبودية توعيا حقا. إن وجود عقد لا يعني أن الشخص دخل في حالة تسخير توعية، يعني يعني ربما عندما تمكن يعني أحد السكان الأصليين بشكل ملحوظ بما فيه الكفاية من مقاومة تهديدات وضربات التجار، عرض موظفين حكوميون عليه الاختيار بين التوقيع على العقد أو السجن. يعني قد يكون سبب هذه العادات والثقافة المحلية تدعم العبودية، وأن معظم السكان يعرفون بوجودها عبودية توعية، لكن الاعتراف بذلك شيء آخر، هي موجودة لكن غير معترف بها. وبذلك ستخفي العقود الزائفة في العبودية التوعية. يمكن لمالك العبيد بسهولة إجراء إجبار العبيد على التوقيع على أي شيء، الرهون العقارية، اتفاقية القروض، المقاولات، عقود العمل. إذا أثيرت شكوك حول هذا الموضوع تشهد العقود الموقعة وتغاضى القانون الفاسد عن المخالفات. حتى في البلدان التي يكون في معظمهم لديهم أمن صادق وتعمل بضمير، تخفي العقود العبودية التوعية. حتى عندما يوافق العامل التوعي على شيء ما فقد تختلف الظروف في مكان العمل عن تلك التي وافق عليها في البداية. حتى لو وافق عامل واحد فقط على شيء ما، قد يجبر يعني بقية أفراد عائلته وذريته على الامتثال أيضا. إذا عدنا الآن على المستوى النظري، تقدم نظرية العبودية التوعية إجابة لسؤال سياسي أساسي: لماذا يطيع الأفراد حكامهم؟ في الواقع لا يتعلق الأمر بطرح مشكلة قبول سلطة مانعة للحرية، ولكن التشكيك في جميع الأنظمة في الهيمنة لتولي مسؤولية لغز الانقسام المهيمن. ما نحتاج إلى توضيحه هنا في هذه المشكلة السياسية
مشكلة العبودية التوعية، طاعة الأفراد للحكام دون قيد أو شرط، الآليات الغامضة للطاعة للخضوع للاستسلام من خلال تلك الخضوع الأكثر غموضا، تلك الخاصة بالأفراد المتواطئين في حالة استعبادهم. وبالتالي في أن العبودية التوعية ليست سوى نوع من الطاعة يصعب فهمها بشكل خاص، من حيث أنها تواطئ مع حالة حرمان من الحرية. باكتشاف ينابيع هذا الخضوع المقبول في أن آلية الطاعة الكاملة هي المستنيرة، بينما يتداخل في الجوانب معينة مع موضوع العبودية التوعية التي نناقش كثيرا اليوم، فإن مستوى التحليل الذي يتم استكشافه لا يتعلق بالعلاقات بين الأفراد، ولكن بالعلاقة بين الأفراد والسلطة السياسية داخل المجتمع. تمت صياغة لأول مرة في القرن السادس عشر مثل من قبل إيتيان دو لابواسي في كتابها الشهير خطاب حول العبودية التوعية. إذا ظلت سنة نهاية كتابة العمل غير معروفة، فمن المتفق عليه عموما أن تاريخه، تاريخ كتابة هذا العمل الشهير في تاريخ الأفكار، بين عام 1552 و 1553، بسبب تلميحات إلى رونسار أو ديب بيلا أو بايف كما يتذكره ميغيل ومارسيل جوشي، ميغيل أبي ناسور ومارسيل جوشي في عرضهم للعمل. يقدم مونتاني وهو صديق مقرب للمؤلف إتيان دو لوبواسي تاريخين مختلفين للكتاب 1546 و 1548، لكن ربما يكون هذا من أجل عدم اختزال الخطاب إلى ظروف معينة. ثورة جابيل في قام الملك الهنري الثالث بقمع جوجين بشدة في عام 1549، حيث قام بتصحيح تاريخ لعام 1548. بعد ذلك يتم تداول النص في دائرة صغيرة من يعني المتأثرين بالمذهب الإنساني بعد وفاة المؤلف. يعد مونتين يعني هو الذي ربما أدخل خطاب في العبودية التوعية إلى تاريخ الأفكار. لكن أنصار كالفيني نشروا أول نسخة يعني سنة 1574، ثم نسخة كاملة سنة 1576 تحت اسم مؤلفها لابواتي. سيتم إصدار طبعات أخرى وفق الأحداث التاريخية، لكن خاصة في سنوات ربما 1789 و 1835، ثم بشكل يعني أكثر انتظام حتى اليوم، يعني دائما وأبدا يتم هناك يعني إصدار طبعة جديدة لهذا الكتاب أو هذا الخطاب حول العبودية التوعية. يعني لا سيما ربما تم تناول مسألة الهيمنة المقبولة من قبل العديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع في ذلك تراكيب مختلفة، ومع ذلك من الضروري التمييز بوضوح بين المؤلفين الذين سعوا مثل يعني منظري العقد الاجتماعي إلى أسس الطاعة، بعبارة أخرى تبريرها في نظام الحق أو نظام العدالة. أولئك الذين ينتجون نظرية العبودية التوعية أو الهيمنة يحققون في الأصل أي حول أسباب هذا التقديم ترتيب الحقائق، وكذلك فإن تحليلات حنا آرنت حول النظام الشمولي كنظام قائم على التساق الجماهير، أو حتى نظرية ميشيل فوكو للسلطة ميكروفيزيو السلطة كان لها مكانة في العلاقة في مسألة العبودية التوعية. ربما تهدف كل هذه النظريات إلى إنشاء نظرية عامة للعبودية التوعية. هنا يتعلق الأمر فقط بتقديم النظرية الأصلية التي اقترحها لابواسي وإتيان دي لابواسي، وفهم يميزها عن بعض النظريات الهيمنة الأكثر حديث عند أرندت أو عند غيرها. ما الذي يميز العبودية التوعية الأصلية عن الهيمنة الشرعية التي نظر لها ماكس فيبر، أو عن نظرية الاستغلال كما نظر لها كارل ماركس وفريدريك إنجلز، وعن القهر الذي فكر فيه لويس ألتوسير، أو العنف الرمزي لبيير بورديه؟ إذا تشترك كل هذه النظريات في فكرة أن المهيمنين متواطئون في سيطرتهم، ومن ثم فإن المقارنة تجعل من الممكن تسليط الضوء على الخطاب من خلال مواجهة مع المفاهيم والمنهج يعني الذي يبدو مشابها. نبدأ أولا بتفسيرات العبودية التوعية عند دي لابواتي. يبدأ عمل دي لابواتي بهذا السؤال: كيف يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من البشر والعدد الكبير من المدن والعدد الكبير من الدول في بعض الأحيان يتحملون كل شيء من طاغية واحد ليس لديه سلطة
سوى ما يمنح له، والذي ليس لديه القدرة على إيذائهم، طالما أنهم هم على استعداد لتحمله. ومن يضر به بهم إذا لم يفضلوا أن يتحملوا كل شيء منه على منقذته. يعني هذا القول على غاية من هذا السؤال على غاية من الأهمية. كيف يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من البشر والعدد الكبير والمدن والدول أن يتحملوا كل شيء من طاغية واحد ليس لديه سلطة عليهم سوى ما يمنحونه له، وهو غير قادر على إيذائهم، ومع ذلك يواصلون تحمل أذيته. إن طاعة شخص لشخص واحد لأن هذا الأخير يفعل صلاح يبدو معقولا وليس موضع تساؤل، ولكن طاعة شخص لشخص آخر ولا يعمل على صلاح يبدو غير معقول. من ناحية أخرى، عندما يكون الأخير هو سبب مصيبته بمعنى آخر في حالة من الحرية، كيف نفسر استمرار هذه الطاعة؟ عندما يحتدم الموت تشرق عجوبة الطاعة في العيون. بعبارة أخرى، توجد هذه المعزة في أي حال من حالات السلطة، لكنها تثير الاهتمام والتحليل فقط في إطار شديد القسوة. إذن هناك رف للجبن، هناك ميل من ميل الناس ليمكن أن يخافوا من سلطة شخص واحد فقط. على ذلك في الأمر لا يتعلق حتى بمحاربة الطاغية، لأنه هزم بشرط أن لا يوافق الناس على العبودية. كان هدف المؤلف هو إذن تساؤل أو إيجاد جواب كيف ترسخ هذه الإرادة العنيدة للخدمة بعمق، بحيث يبدو أن حب الحرية ذاته لم يعد طبيعيا. لذلك يدعو المؤلف لابواتي قراءه بطريقة ما إلى يعني تحرر تخلص من العبودية الطوعية. وهنا وكأنه يأسس علم الاجتماع التاريخي أو يكون قريب الأنثروبولوجيا، في الواقع لم يكن الأمر كذلك. انتقال إلى من حالة العبودية الطوعية إلى حالة الحرية. لقد ذكر بيير كلاستر محنة حادث مأساوي ومصيبة افتتاحية تتزايد أثارها باستمرار إلى درجة إلغاء ذاكرة الماضي، لدرجة أن حب العبودية قد حل محل الرغبة الطبيعية في الحرية. ومع ذلك فإن الخطاب لا يتعامل مع السؤال عن سبب تحريف طبيعة الإنسان على هذا النحو، من ولع بالطبيعي طبيعي بالحرية إلى يعني رغبة في البقاء في حالة العبودية. كان أول تفسير لأتيان دي لابواتي العبودية الطوعية هو العادة تعود. إذا كانت الحرية طبيعية، إذا ولدنا بها ولكن أيضا مع الإرادة للدفاع عنها، فإن العادة وربما تنشأ الاجتماعية أقوى من الطبيعة ويرسخ يعني رضوخنا للعبودية بشكل طوعي. وهكذا فإن العادة التي في كل شيء تمارس مثل هذه الإمبراطورية العظيمة على كل أفعالنا، لديها قبل كل شيء القوة لتعليمنا أن نخدم الآخرين، أن نطيع الآخرين. إنها العادة التي على المدى الطويل تجعلنا نبتلع دون إشمئزاز ثم العبودية المرة. ومع ذلك فإن إتيان دي لابواتي يميز الجيل الأول من البشر الذين خضعوا ضد إرادتهم وبالقوة عن الأجيال التالية التي ولدت في حالة من العبودية، وبالتالي فهي حالتهم الطبيعية، حالة ولادتهم وهم في عبودية. هؤلاء الناس من الجيل الذين لم يعرفوا الحرية أبدا ليس لديهم أدنى فكرة عما يحرمون منه. لذلك فإن التفسير الأول للعبودية الطوعية هي نظام معرفي وربما نظام اجتماعي، تفسير بنائي من حيث أن الواقع الاجتماعي المدرك يتم بنائه بالفعل من قبل الأفراد ولا يتم تقديمه في حال كما هو في حد ذاته. كما سنرى أن هذه الخاصية مشتركة في العديد من نظريات الهيمنة. التفسير الثاني الذي حدده المؤلف في تاريخ البشرية هو دهاء الطغاة، مكر السادة وربما حيلة يعني الحكام. يحرم البشر من الحرية ويفقدون شجاعتهم والطاقة اللازمة للقتال للخروج من العبودية، لكن الطغاة يعرفون جيدا كيف يلعبون على هذا الضعف ويسعون دائما لجعل البشر أضعف وأكثر جبنة من خلال يعني وضع الخبز يعني يعني الملاهي كوسيلة رئيسية لتغرير بالناس وإيقاعهم في العبودية. يعني هناك اشتغال من طرف خطاب الطغاة على ويعني على تغرير بالناس ويعني جعلهم يحبذون سجن العبودية.
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتباهي بالرموز وإفقادهم من الثقة في أنفسهم وإثارة التفاني وضمان من أجل ضمان السلام الاجتماعي. ولذلك هم محافظون على عادة العبودية. التفسير الثالث الذي يقدمه إيتيان دي لابواتير هو سر الهيمنة ورائده، دعم وأساس كل طغيان، ما يمكن تسميته بالحجة المتسلسلة. تكمن أربعة أو خمسة بشر ينزعون الطاغية من إفساده وتوجيه أفعاله نحو المزيد من الأرباح الذين يشاركون معه، يعني يحولون السلطة إلى مكسب مالي ويعني تجارة وغير ذلك من أجل كسب الولاء وفعل شيء نفسه مع الآخرين وبلوغ أدنى درجات المجتمع. ومن يريد أن يتبع أثر السيد سيرى أنه في حاجة إلى الخضوع، في حاجة إلى العبودية بشكل، وأن يستفيد من الاستبداد. ستكون له حرية اقتصادية فقط وليست له حرية سياسية من أجل تحقيق مجموعة من المكاسب، ليس فقط في السلطة وإنما المكانة والاجتماعية وحصد الثروة من حصد المال، تحقيق الكفائدة وتقليل من التكلفة. وهناك يعني تقرب وتزلف للسلطة وربما تخلي عن الحرية بالمعنى الاجتماعي والحرية بالمعنى الشخصي. بعد ذلك نأتي إلى مفهوم الهيمنة الشرعية. بعد أربع قرون ونصف ما هي التفسيرات التي لا تزال يعني محافظ على دلالتها وقيمتها في خطاب حول العبودية الطوعية لإتيان دي لابواسي؟ هل تم اقتراح نظريات أخرى متنافسة ونفسية للعبودية الطوعية، وهل لها صدى مع هذه النظريات؟ ربما يمكن الاحتفاظ بأربع أمثلة: نظرية الهيمنة، نظرية ماكس فيبر، ونظرية الماركسية في نسختها الألتوسيرية، وربما نظرية نسختها الأصلية مع ماركس ونسختها الألتوسيرية المصححة، ونظرية بيير بوردي. إن مواجهة هذه النظريات التي يبدو أنها تشترك في فكرة تواطؤ المهيمنين في سيطرتهم ستسمح بتوضيح على النقيض من شأن أن يلقي مزيد من الضوء على نظرية إتيان دي لابواتي. أن تكون خاضعا بشكل طوعي في عالم من العبودية، يعني قبول السيطرة التي تخضع على حاليا في المجتمع وفي السياسة وفي النظام. أليس هذا مجرد تعريف ماكس فيبر للشرعية؟ ينظر إلى هذا في الواقع لأنه حقيقة اعتراف بالسيادة، وبالتالي فرض الطاعة. في هذا يتم تمييز الهيمنة عن القوة البسيطة والتي هي فقط فرصة أن يطيع الفرد شخصا آخر، دون الإشارة إلى الحقيقة الأساسية التي مفادها أن الشخص الذي يطيع يدرك ويقبل علاقة السلطة هذه. في المظهر يكمن يمكن مقارنة حالة الهيمنة بالعبودية الطوعية. ما هي الينابيع الرئيسية لفكر وسوسيولوجيا ماكس فيبر؟ سيكون من الخطأ الإجابة على عجل بأنها تعمل بثلاث طرق، والتي من شأنها يعني سوسيولوجيا الهيمنة عند ماكس فيبر تعمل بثلاث طرق، والتي من شأنها أن تتناول أنواع ثلاثة شهيرة للهيمنة: التقليدية والكاريزماتية والعقلانية القانونية. يعني سلطة تقليدية، سلطة كاريزماتية البطل أو الفرد المهيمن، وثالثا العقلانية القانونية وهيمنة الدولة الحديثة. في الواقع وفق نظرية المعرفة التي يؤسسها ماكس فيبر، تعود هذه المفاهيم ثلاث أنواع مثالية نموذجية، وبعبارة أخرى مفاهيم تحليلية وأشكال محضة لا توجد أبدا في حالتها الأولية في التاريخ. لذلك يشرع عالم الاجتماع ماكس فيبر الهيمنة الحقيقية على أنها مزيج من هذه الأنواع الثلاث ضمن الدوافع النفسية للفاعلين، والتي هي بالتحديد مسألة فهم أو تفهم تفسيري. هل نظرية الهيمنة عند ماكس فيبر مجرد استئناف للنظرية الأصلية للعبودية الطوعية عند إتيان دي لابواتي؟ ربما، لكن المظاهر القرابة بينهما خادعة، لأن العادة يمكن الوهلة الأولى أن تتوافق مع الهيمنة التقليدية، ومكر الطاغية الذي يتلاعب بالجماهير تتوافق مع الهيمنة الكاريزماتية، وسلسلة المكاسب وهي تفسير عقلاني للغاية المصلحة للهيمنة العقلانية. هذا التراسل أو هذا التشابه ليس ذات صلة في الواقع. في الواقع يفترض علم الاجتماع الشامل لماكس فيبر يعني خروج عن اتباع التقاليد، يعني وهو بعيد في نظرية الهيمنة كل البعد عن نظرية إتيان دي لابواتي. خاصة هناك نحن نسينا أن الأفراد هنا مع ماكس فيبر لهم طبيعة
كائنات حرة مواطنة وليس رعاية. يبدو أنه لا توجد عودة تفكرية ممكنة للحالة الطبيعية، حالة الخضوع. يمكن المرأة أن يناقش إلى ما نهاية مسألة تشاؤم إتيان دي لابواتي أو تفاؤله فيما يتعلق بإمكانية استعادة البشر لحريتهم، حيث توجد عناصر تميل في هذا الاتجاه أو ذاك. مع بيير كلاستر وربما كلود ليفور نفهم أكثر على أنه يؤدي إلى المحافظة على طبيعة الإنسان التي لا يمكن علاجها مهما كان الأمر، طبيعة الخضوع والاستسلام والميل إلى العبودية. لا يوجد شيء مشترك بين العادة في الخطاب حول العبودية الطوعية يعني إتيان دي لابوانتي واحترام ماكس فيبر المتعمد للتقاليد. لينجح تفسير الكاريزما أيضا مع إتيان دي لابوانتي، نظرا لأن الطاغي عموما هو أكثر جبن وأكثر يعني ولا يشارك في المعارك، وبالكاد يطأ رمل البطولات، يعني بطولاته يعني في القصر فقط إصدار الأوامر. ولذلك يجب عليه استخدام المكر والعمل الجاد لخلق التفاني. ومع ذلك فإن الكاريزما بالنسبة لماكس فيبر شيء مختلف، صفة غير عادية للشخصية التي تتمتع بالقوة والقدرات الخارقة للطبيعة والأرجح خارج الحياة اليومية، ويمكن للناس العاديين الوصول إليه. أو البشر الذين يعتبرون إما مرسلين من الله مثل الأنبياء، أو ربما قادة عسكريين وقادة مشرعين أوائل. أما بالنسبة للسلطة، المصدر الثالث للسلطة وهو السلطة القانونية، ما سلسلة المكاسب التي يقوم عليها الحساب العقلاني لا علاقة لها بالسيطرة القانونية العقلانية التي تجد أساسها في الاحترام الواعي والطوعي للقانون وسيادة الدولة. ماكس فيبر يسعى للإجابة على نفس السؤال الذي طرحه إتيان دي لابواتي، ما هي الينابيع التفسيرية للطاعة والهيمنة ببعدها الخاص بالقبول؟ لماذا يقبل الناس العبودية بشكل طوعي؟ لكن إجابة هناك إجابات يعني ربما ممكنة عند بعد ذلك نأتي إلى العامل الإيديولوجي في تفسير للإجابة على مصدر العبودية الطوعية. قد صاغ التيار الماركسي نظرية مختلفة تماما عن الهيمنة، مختلفة عن ماكس فيبر. هناك نسختين منها، نظرية كارل ماركس وفريدريك إنجلز، وبعد أكثر من قرن نظرية لويس ألتوسير. نبدأ بالمفهوم المركزي لتحليلات كل من ماركس وإنجلز، هو الإيديولوجيا. بالنسبة للأباء المؤسسين للمادية التاريخية، العلم الذي يجب أن يكون قادر على اكتشاف الينابيع الأساسية للعلاقات الاجتماعية من الضروري محاربة الوعي الزائف لدى الأفراد بالعودة إلى الواقع بالحقيقة. هذا الوعي الزائف هو الإيديولوجيا، تجسدها بشكل رئيسي هيجل وتلاميذه المثاليين وتقمصته البرجوازية القرن التاسع عشر. الإيديولوجيا هي انعكاس العلاقة بين الوعي والحياة. بالنسبة لهيجل يتجلى العقل الواقعي في الوعي، هذه هي الفرضية المركزية في منهج الروح. لذلك الروح هو القوة الدافعة للتاريخ لأنها تنتج الحقيقة. ماركس بينما يقصد ماركس وإنجلز عكس هذه العلاقة حرفيا، ليس الوعي هو الذي يحدد الحياة الاجتماعية للأفراد، بل الحياة الاجتماعية للأفراد هي التي تحدد الوعي. هذا الأخير الوعي هو نتاج اجتماعي ناتج عن العلاقات الإنتاج التي تشكل العلاقات الاجتماعية. الإيديولوجيا تخفي الواقع من خلال قلب العلاقة الحقيقية، إنها تخفي مصالح الطبقة الحاكمة بإخفائها تحت ستار المصلحة المشتركة. لهذا السبب أعلن مؤلفا البيان الشيوعي ماركس وإنجلز سؤال التالي، ما الذي يوضح تاريخ الأفكار إن لم يكن أن الإنتاج الفكري يتحول مع الإنتاج المادي؟ لم تكن الأفكار السائدة في حقبة ما سوى أفكار الطبقة المهيمنة تفرض المثالية والبرجوازية هيمنتها من خلال نشر إيديولوجيا بنية الفوقية. هي فكرة خاطئة عن الواقع زائفة لأنها منفصلة عن علاقات الإنتاج البنية التحتية. نجد هنا حتى قريبا من نظرية العادة عند إتيان دي لابواتي. البروليتاريون لا يدركون أن حالتهم هي حالة المسيطر عليهم، تماما كما أن الأفراد الخاضعين للطاغية لا يدركون خنوعهم. الحالة التي تبدو طبيعية بالنسبة لهم هي حالتهم الفعلية. لذلك فإن سوابهم لا يمكن تصوره بالمعنى الأساسي. على العكس يعني مؤلف كتاب العبودية الطوعية فإن كارل ماركس وفريدريك إنجلز لا يستبعدان استخدام القوة في الحفاظ على الهيمنة، بل على العكس تماما يرون أن القمع والإكراه والتهديد الجسدي هي أيضا أدوات تلعب عليها البرجوازية. ومع ذلك فإن هذين المؤلفين كارل ماركس وفريدريك إنجلز قل تشاؤما كثير من يعني إمكانية التغيير عند إتيان دي لابواتي.
يمكن للبروليتاري أن تدرك وضعها الحقيقي إذا دفعتها طليعة مستنيرة إلى الثورة والتحرر. هذا هو دور الشيوعيين، يجب ملاحظة الاختلاف الثاني بين النظرية الماركسية ونظرية إتيان دي لابواتي، أنهم لا يسعون إلى شرح ما تقوم عليه هذه الهيمنة أو من أين تأتي بدقة، من الذي ينتج الإيديولوجيا، كيف يعمل الوعي الزائف، كلها أسئلة لم يجب عليها. لذلك سيسعى لويس ألتوسير إلى شرح وتشريح القهر أجستيسمون. إذا كانت العادة تفسر الهيمنة إلى حد كبير، فلا يزال يتعين توضيح من أين تأتي هذه العادة. بالنسبة لديبواتي فإن نسيان الحرية هو في الأصل يحافظ على دهاء الطاغية. بالنسبة للويس ألتوسير فإن دهاء الرأسمالي هو الذي يخلق منذ البداية ظروف لإعادة الهيمنة. الإيديولوجيا ليست مجرد حجاب، إنها مجموعة من التمثلات السلبية، إنها قوة ملموسة وفعالة تشكل العقول والسلوكيات في الواقع. ما يمثل الأفراد لأنفسهم في الإيديولوجيا ليس الظروف الواقعية لوجودهم، بل علاقتهم بهذه الظروف وعلاقتهم بعلاقات الإنتاج. هذه العملية على النحو التالي: يتم تسجيل الإيديولوجيا في الممارسات والطقوس التي تحددها أجهزة الدولة الإيديولوجية، مدرسة، الكنائس، الأسرة، القانون، النظام السياسي، الإعلام، الجامعة، وأيضا مؤسسات الدولة الأخرى القمعية والمثل، يعني يعلمون يعني الدراية، ولكن بأشكال تضمن الخضوع للإيديولوجيا المهيمنة أو تمكن من ممارسة هذه الهيمنة. يجب أن يكون جميع وكلاء الإنتاج والاستغلال والقمع وناهيك عن محترفي الإيديولوجيا بطريقة أو بأخرى مخترقين بهذه الأيديولوجيا من أجل أداء مهمتهم بضمير حي، أي من المستغلين البروليتاريون أو المستغلون الرأسماليون أو مساعدي الاستغلال الكوادر أو كبار كهنة الإيديولوجيا المهيمنة موظفوها. الغرض من هذه الأجهزة هو إنتاج الذوات، أي تشكيل الأفراد بشكل المطلوب. تؤدي الإيديولوجيا بعد ذلك وظيفتين: وظيفة الاعتراف والتي من خلالها تتعرف الذات على العالم من حولها كدليل، وتعترف بنفسها كذات في هذا العالم، أب، عامل، مؤمن إلى آخره، كتأمل للذات المتعالية التي خلقتها الإيديولوجيا، الله، الأمة، الإنسانية، البروليتاري، والتي تضمن هويتها بنفس طريقة التي يعني بنفس طريقة وظيفتها الإدراكية التي تخفي من الذات الآلية العميقة التي ينطوي عليها هذا الاعتراف، وغايتها التي هي الهيمنة. الاعتراف ينتج الذات، وسوء الإدراك يخفي قهرة. ويضيف لويس ألتوسير إلى نظرية كارل ماركس وفريدريك إنجلز هو دور النشط والمستقل تقريبا البنية الفوقية على البنية التحتية. الإيديولوجيا تضمن إعادة إنتاج علاقات الإنتاج وتضمن الهيمنة الاجتماعية. بعبارة أخرى، اقترح لويس ألتوسير نظرية أكثر اكتمال للسيطرة تتماشى مع نظرية إتيان دي لا واسي. في الواقع التفسير بالعادة موجود تماما في الاعتراف والقهر، حيلة الطاغية الحفاظ على الوعي الزائف. هنا تأخذ شكل أجهزة الدولة الإيديولوجية، فقد تفسير سلسلة المكافئات ليس له نظير واضح. وربما يجيب لويس ألتوسير بأن المكاسب المتصورة على هذا النحو هو تأثير الإيديولوجيا، وأن سلتها السببية على هذا النحو مشروطة بحجة الوعي الزائف. على غرار كارل ماركس وإنجلز، فإن ألتوسير يمسح المجال للقمع واستخدام القوة، وهي وظيفة من وظائف أجهزة الدولة القمعية: الحكومة، الإدارة، المحاكم، الشرطة، والجيش، والسجون، وما إلى ذلك. أما الاختلاف الرئيسي الأخير بين إتيان دي لابواتي وألتوسير، إذا لم يترك المرء الإيديولوجيين أبدا، إذا لم يعيد المرء اكتشاف وعي الحالة الطبيعية، حالة الإنسان الحر، ذلك لأنه مثل هذه الحالة غير موجود. نتركه تماما إيديولوجيا واحدا تدخل بمجرد أن تسيطر سلطة اجتماعية جديدة على أجهزة الدولة الإيديولوجية. إن مكر الطاغية كسبب العبودية التوعية، ولكن في عالم تسود فيه الحاجة والضرورة، ولكن دون أن نؤسس بالضرورة نظرية كاملة للهيمنة، يعني ربما نعود إلى بيير بورديو وخاصة المفهوم المركزي عنده وهو العنف الرمزي. العنف الرمزي عند بيير بورديو أكبر قدر ممكن من البساطة، هذا النوع من العنف الذي يمارس على الفعل الاجتماعي بتوتئه. هذه الصيغة تحدد بوضوح العلاقة بين مع مسألة العبودية التوعية. سيكون وفق مصطلحات بيير بورديو شريك في العبودية، لكن المؤلف يحدد في مناسبات عديدة كيف أن موافقة المسيطر عليه ليست بأي حال من الأحوال عملا من أفعال إرادته. العنف الرمزي هو هذا الشكل المعين من أشكال القيد الذي لا يمكن ممارسته إلا بالتواطؤ النشط، والذي لا يعني الوعي والتوعي، ولكن يخضعون
والذين يتم تحديدهم فقط بقدر ما يحرمون أنفسهم من إمكانية الحرية القائمة على الوعي. بالتالي ليس مسألة عبودية توعية بمعنى الهيمنة المقبولة في كل وعي، كما يكون الحال مع ماركس فيبر وبيير بورديو. واضح جدا أن الاعتراف بالشرعية ليس فعلا حرا لوعي مرتاح، وبالتالي فإن التواتر الذي يظهره المسيطر عليه ليست حتمية مفروضة من الخارج، لأنها على وجه التحديد لأنه يلعب دور مهم وفعلا متعمد، يعني سيكون ثمرة مداولات داخلية. لا يمكن التفكير في هذا الشكل من الهيمنة إلا بشرط تجاوز بديل الإكراه بالقوة والموافقة على العاقلة، هو الإكراه بدل الإكراه الميكانيكي والخضوع المتعمد. هنا ما هي ينابيع يعني العضوية الوظيفة المهيمنة؟ الفكرة الأساسية هي أن التواتر يمارس في ظلام مزاج الهابيتوس حسب بيير بورديو، وهو مفهوم ثاني بعد مفهوم العنف الرمزي، حيث تدرج مخططات الإدراك والتقدير والعمل الذي تنشأ فيما وراء قرارات الوعي وضوابط الإرادة علاقة بالمعرفة وتحجب الاعتراف العملي عنها بشدة. يدرك العالم ويفهم وفقا للمقولات والمفاهيم وقبل كل شيء الأنماط مثل العلاقات العائلية والعلاقات بين المذكر والمؤنث والأبيض والأسود التي يفرضها النظام الاجتماعي ويدمجها الفاعل. تعكس هذه البنية المعرفية هي البنية الموضوعية للعالم، بالتالي فإن الهيمنة متأصلة في العلاقات الاجتماعية، مقبول على أنها طبيعية تماما كحالة طبيعية للعالم. نتيجة عملية الاستيعاب هذه تسمى هابيتوس. في وقت التمثيل هذه مجموعات من التصرفات مكتسبة، نماذج وأشكال وتوجهات في ظل ظروف معينة ومعتقدات وأفعال. من وجهة نظر سياسي صرم فإن الخضوع الذي لا علاقة له بعلاقة العبودية التوعية هو في حد ذاته تأثير سلطة منقوشة بشكل دائم في جسد المسيطر عليهم بشكل أنماط الإدراك والميولات واحترام إعجاب محبة كراهية، أي المعتقدات التي تجعل المرء حساسا لمظاهر رمزية معينة مثل التمثيلات العامة للسلطة. نجد بطريقة معينة نفس الحدس البنائي كما هو الحال مع التفسير بالعادة، لكن الهابيتوس يشرح أين يصف العادة تقريبا على غرار الفلاسفة الماركسيين لم يكتفي بيير بورديو بتحليل إيمولوجيا نص على أن الإدراك للعالم ينتج عن الوعي وبالتالي يتم تشكيله بواسطته. مثل دي لابواتي يعتزم تقديم تفسير لهذه البنية، الموقف الطبيعي للإيمولوجيا أي التجربة الأولى للعالم على أنه قبلي وبديهي، يعني هو عالم علاقة مبنية اجتماعية، إن كان محقا في التذكير مقابل الرؤية الآلية بأن الفاعلين الاجتماعيين يبنون الواقع الاجتماعي. لقد أغفلوا طرح مسألة البناء الاجتماعي لمبادئ هذا الواقع الذي ينفذه الفاعلون في هذا العمل الفردي والجماعي، وتساءل عن مساهمة الدولة في هذا البناء. لذلك من الضروري توضيح مصدر هذه العادة والتي لا تأتي فقط من النسيان، نسيان الحرية، عادة العبودية، قبول العبودية. مرة أخرى وجهة نظر السائد هي التي تقدم نفسها وتفرض نفسها كوجهة نظر كونية بخلال دمج البنية الموضوعية للسيطرة، والتي هي بهذا المعنى بنية مهيكلة يعيد الفاعلون إنتاج هذه الهيمنة تمشيا مع التوسير. وأصر بيير بورديو على دور الدولة في مجتمعاتنا في تنظيم الممارسات وفرض تعلم سلوكيات العملية والمعرفية التي تصبح العديد من التصرفات الدائمة، مبادئ التصنيف والفئات الاجتماعية والتقسيمات التأديبية وتقوس المؤسسة. هكذا تخلق الدولة ظروف لتنسيق الفور للعبودية الطوعية وللهيمنة. إذن شكرا جزيلا لحسن الانتباه. الآن أنهينا مداخلتنا حول مفهوم العبودية الطوعية عند إيتيان دي لابواتي، إلى اللقاء في مداخلة سوسيولوجية اجتماعية سياسية قانونية قادمة. إلى اللقاء.